في بحثك عن الحقيقة، كل محطة بحكاية. الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك، فتبحث عن النور في زمن الظلمة، فتتلو آيات من سورة الجمعة، فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة، تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين. بضع سنوات وتنعى، بضع سنوات ثم تنسى، وما كان لله يبقى. لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر. قال الشافعي: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاثة فقد هلك. وقال: إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة ولم تملكها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على شاطئ البحر وقف نبي من أنبياء الله عز وجل، ألا وهو يونس ابن متى. أرسل الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس إلى دين الله ببلدة نينوى بالعراق. وقف يونس ابن متى على شاطئ البحر بعد أن بلغ الرسالة ونصحهم، فلم ينتصحوا ولم يؤمنوا برسالة الله سبحانه وتعالى ولا بدعوة النبي الكريم العظيم. فغضب عليهم يونس عليه السلام وأوعدهم بأن عذاب الله قادم إليه، وترك مكانه وبلدته وتوجه إلى البحر. في البحر ركب في سفينة، نظروا إليه رجل ملتزم، رجل صالح يريد أن ينتقل معهم، حملوه معهم على ظهر السفينة ومضى في البحر. وبعد أن اضطرب علموا بأنه لازم الآن يضحوا بشيء من حمولتهم، فبدأوا يلقوا المتاع الذي معهم، ألقوا المتاع فلم تتوازن السفينة. طيب الآن وصل لهم الحد بأنه بدهم يختلصوا الآن من أحد راكب في هذه السفينة. طيب من يختاروا؟ اقترحوا بأن يعني يعملوا قرعة فيما بينهم، وعملوا القرعة في المرة الأولى وقعت على نبي الله يونس عليه السلام. قالوا هذا رجل صالح، خلينا نختار كمان مرة. فالقرعة في المرة الثانية وقعت على يونس عليه السلام، خلينا نحاول كمان. ففي المرة الثالثة وقعت على نبي الله يونس عليه السلام، فخلص علم بأن يونس عليه السلام بأن الأمر هو أمر سماوي وقضاء من الله سبحانه وتعالى. فصعد وهو على ظهر السفينة، نزل في البحر الواسع، فالتقمه الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذهب مغاضبا زعلان أسيف حسيف على قومه، ليش ما آمنوا برسالة الله سبحانه وتعالى. هذا النبي العظيم نزل في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، التقطه الحوت، ولم يؤذن للحوت بأن يأكل أو أن يؤذي نبي الله يونس عليه السلام. فمكث في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة الليل. بدأ يراجع في حساباته هذا النبي الكريم، بدأ يراجع في هذه الحسابات ويعلم ما الذي أخطأ فيه. فعلم بأنه في خطأ معين، ألا وهو ذهب وغادر قبل أن يأذن له الله سبحانه وتعالى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا الله سبحانه وتعالى بقلب صادق مخلص له جل في علاه، دعا الله سبحانه وتعالى وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا الله سبحانه في علاه وهو يعلم من الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، نادى في الظلمات بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نادى الله باسمه الأعظم
بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى الله بالحي القيوم، نادى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات الرائعة. عندها رب العالمين بعد 3 أيام أمر الحوت بأن يقذف يونس عليه السلام إلى الشاطئ. في 3 أيام هذول هؤلاء القوم، قوم يونس، رأوا العذاب يريد أن ينزل إليهم، فجأروا جميعا، خرجوا جميعا إلى الصعدات ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم العذاب. آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لحوا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فرجع أمره الله سبحانه وتعالى بأن يرجع مرة أخرى إلى قومه. فرجع يونس ابن متى إلى قومه، رجعهم متفاجئا بأن القوم جميعا أسلموا وآمنوا بالله. إذا من يسمعك حال أن تكون إنسان في موقف صعب؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يرحمك في هذه الحياة؟ هو الله سبحانه في علاه. من الذي ينجيك إذا وقعت في ظلمة أو وقعت في مصيبة أو نزلت عليك طامة؟ هو الله سبحانه في علاه. من الذي يريد أن ينجيك من أقداره؟ إنه الله سبحانه في علاه. إذن فوق هذا وذاك يا كرام، الواحد يسأل نفسه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا متقي الله سبحانه وتعالى؟ أفلا أكون ذلك العبد الصابر؟ أفلا أكون ذلك العبد المتقي الله سبحانه في علاه؟ إذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه بلاءه عليه، إيش حالي وحالك؟ إذن هذا الأمر يقودك بأنه رب العالمين يريدك ويحبك، ورب العالمين يريد منك أن ترتقي بإيمانك، وترتقي بصبرك، وترتقي بقوة عقيدتك وقوة دينك، وترتقي إلى أعلى عليين، وترتقي وتتبوأ المنزل الصعب، وتتبوأ المكان العليا. يريدك الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الحياة إنسان مميز، إنسان صادق، إنسان لا ينظر إلى الصعاب فيهادنها، ولا ينظر إلى الجبال والصخور فينسحب من مجابهتها، وإنما ذلك الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من قوة تخطيط الإنسان لو أراد أن يزيل جبل من أمامه لأزال هذا الجبل، من قوة إرادة ذلك الإنسان يستطيع أن يعمل وأن يصنع. صحيح قد يخطئ ولكن له رب رحيم، صحيح يستطيع أن قد يضعف أمام الشيطان والنفس والهوى، ولكن يرجع إلى ربه جل في علاه ويسجل تلك البصمة الرائعة وتلك الإنجاز وذلك الإنجاز. لا يبقى الإنسان بطالا لا في شأن دينه ولا في شأن دنياه. يونس عليه السلام علم الدرس جيدا، وعلم بأن الله يرى، وعلم بأن الله سبحانه وتعالى يسمع، وعلم بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قادر، وقلب حال القوم. لذلك يا كرام، القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه هي قلوبنا وهذه أحوالنا. إذن هذا أمر بعطيك شعور بأنه إذا كان الوضع بهذا الشكل بدك تسأل رب العالمين الثبات، تسأل ربك الهداية، تسأل ربك الإنجاز، تسأل ربك أن يعينك على طاعته، أن يثبتك بالقول الثابت، أن تكون أن 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 يجعلك للمتقين إماما، تكون إماما بالصدق، إماما بالطاعة، إماما بالصبر، إماما بالعقيدة، يجعلك إنسان قوي في عقيدتك وفي إيمانك وفي إسلامك، يرزقك الرزق الحسن. تسأل الله عز وجل أن يجعلك نجما في السماء، تسأل الله عز وجل أن يجعلك نورا وهداية للناس جميعا، تسأل الله عز وجل أن يعينك في كل شؤون أمرك وفي كل شؤون حياتك. لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من عطاء الله. إذا كان رب العالمين أعطى إبليس اللعين واستجاب له دعاؤه، أعطى زكريا الولد وهو الذي بلغ من الكبر عتية وقال: خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. مشكل مشكلتين عنده، فهب لي من لدنك وليا. ويشترط في ندائه مع ربه بأن رب العالمين يرزقه مش بس صبي بعد أن تجاوز 70 والمرأة عاقر، يرزقه بصبي وحدد جنسه، وفوق هذا وليا من أولياء الله الصالحين. فكانت البشرى بأن الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء ولبى نداءه سبحانه في علاه، وأنزل البشرى على ذلك الإنسان زكريا عليه السلام. إذن يا كرام، الإنسان في هذه الحياة لا يضعف ومعه القوي، لا يستكين إلا لله، ولا يناجي إلا الله، ويرفع أكف الضراع إلى الله ويقول: يا رب يا رب، بكل قلب صادق خاشع، ويقول: يا رب
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الانكسار يا كرام فقط لله سبحانه في علاه، الذل فقط بينك وبين الله سبحانه في علاه. لا يريدك الله أن تعيش في هذه الحياة إلا عزيز، لا يريدك الله سبحانه وتعالى أن تحي في هذه الحياة إلا قوي، لا يريدك الله سبحانه وتعالى أن تضعف إلا أمامه، لا يريدك الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون إنسانا قويا معتزا بعقيدتك ودينك وإسلامك. عندها نحيا الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا مستخلفين على هذه الأرض، كل الكون مسخر لخدمتك أنت يا بني آدم على هذه الأرض، فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.